التلفزيون العربي. شاهدي هذا هو الشهيد محمد صلاح بهار ابن حي الشجاعية بقطاع غزة. قصة استشهاد محمد هزت قلوب الملايين وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية. محمد لم يرحمه الاحتلال رغم إصابته بمتلازمة داون والتوحد، وجه كلابه نحوه، مزقت جسده وتركه جنود الاحتلال في غرفة ينزف حتى صفي جسده تماما. عن ماذا حدث لابنها تروي والدة محمد التفاصيل لنشاهد. محمد متلازم من الداون ومعه توحد، ويعني ما يعني درجته صعبة صعبة صعبة، ما بعرفش إلا غير كلمة آكل مية حبيبتي يا ماما. لما واحد يطعميه حبيبي حبيبي يا روحي، لما حدا يطعميه بس بريء جدا. فكحناش الكلب من ايده، صار الدم يسيل، صرت اصرخ اقول لهم اطلعوا اطلعوا شوفوا الكلب اطلعوا. لهم طلعوا دجاجين بسلاحهم، بالرغم من انه محمد مبين للاعمى انه متلازم الداون من ملامحه من شكله، راحوا حوطوه وسلطوا سلاحهم عليه، صاروا يشدوا في الكلب يشدوا في الكلب. بالعافيه الكلب لما بعد عنه شاف اللحم ودافي، لانه سمعت محمد بيقول ميه ميه بصوت واطي، بان انين بطلع ميه ميه، بقول له هي بده يشرب، طب انت شاربه خد ميه شربه. له بقول لا في ميه خاصه له. هو كان محمد ينزف ويطالع بالروح وما يتفرج عليه. تفاصيل مؤلمة. خبر استشهاد الشاب محمد أحدث ضجة واسعة وتنقلته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. ولكن كما لم تنصف الحياة محمد، لم تنصفه أيضا بعض عناوين الأخبار التي تناقلت خبر استشهاده. لنقرأ العنوان التالي: الموت وحيدا لرجل من غزة مصاب بمتلازمة داون. كان هذا مشاهدين عنوان التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. عنوان: وكما ترون تجاهل وبشكل واضح ذكر حقيقة أن الشاب محمد وعمره 24 عاما ترك ليموت بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي كلبهم عليه. التقرير وفور نشره بهذا العنوان أشعل موجة استهجان واسعة من قبل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا تقرير هيئة الإذاعة البريطانية واتهموها بالتضليل. سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة حسام زمط انتقد عنوان الخبر وقال: لا أعتقد أن هناك ما هو أبشع من جريمة القتل هذه في تاريخ البشرية. مع ذلك فإن قناة بي بي سي عنونت الخبر بمقتل رجل من غزة لتخلي إسرائيل من المسؤولية حسب تعبيره. أما الحقوقي مارك كيرتستن فيرى أن الإنسانية تظهر وتعتمد على كيفية التعامل ورد الأشخاص على الفظائع التي ترتكب ضد الضعف البشر. أما الناشط غارث فكتب: كانت جريمة قتل بدم بارد. هذا العنوان غير مسؤول بشكل جنوني ويكشف مرة أخرى مدى تواطؤ هيئة الإذاعة البريطانية في تبييض هذه الإبادة الجماعية. هذا الضغط وموجة الانتقادات التي تعرضت لها هيئة الإذاعة البريطانية دفعت لتغيير عنوان التقرير واعتماد آخر، وهو: أم فلسطينية تقول إن جنود الجيش الإسرائيلي سمحوا لكلب بوليسي بنهش جسد ابنها المصاب بتلازمة داون وتمزيقه في غزة. وكتوضيح لتلك الخطوة قالت المؤسسة البريطانية إن العنوان الأخير يحل محل إصدار سابق من أجل تحديث العنوان الذي يمثل المقال بشكل أكثر دقة. ولكن ذلك لم يوقف سيل الانتقادات الموجهة إلى بي بي سي التي تواجه مزاعم بتحيزها ضد ما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالفلسطينيين وخاصة خلال الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة. هنا الصحفي جمال الدجان يرى أن بي بي سي تتحايل لتجنب إطفاء الطابع الإنساني على ضحايا الإبادة الجماعية من الفلسطينيين بالنظر إلى العنوان الأصلي الذي تم تغييره إلى عنوان أسوأ. لاحظوا كيف يتجنبون استخدام كلمة فلسطيني ويستخدمون كلمة تقول الأم للتشكيك في وفاته الوحشية التي تسببت فيها إسرائيل. أما المدون
كريم أكي بنار، فيقول إن الأمر تطلب موجة غضب من الملايين، ملايين مستخدمي التويتر، حتى تغير بي بي سي عنوان هذا المقال وتتظاهر بأنها ترى الفلسطينيين كبشر. جدير بالذكر مشاهدينا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الكلاب البوليسية بشكل ممنهج وواسع النطاق لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب استخدامهم في ترويع ونهش واغتصاب الأسرى والمعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وفقا لتقرير للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان.